لا انت ما في داعي تجي لهون، رح ابعت لك واحد من الشباب يوصل لك المصاري، وبخبرك اذا بدي شي تاني. حبيبي شو قايل لفروة؟ شو قايل له؟ عن جد حابب بنت بسيطة وعم بتفكر انك تتزوجها؟ ايه مزبوط، انا اللي قلت لها هذا الكلام. بس هالشي مستحيل يصير ابني. ليش بقى؟ لانه هالبنت مو من مستوانا، وانت بتعرف عقل ابوك كتير منيح، هو سامح لك تعمل اللي بدك اياه، بس ما رح يسمح لك ابدا تهدد مكانة العيلة. لهيك بنصحك انه تطالع هالفكرة من راسك. بس هي مو فكرة، هي حب بقلبي، لهيك بدي اتزوجها. بس ابوك حكى كلمة، اذا هو ما كان موافق ما رح يصير شي من هاد. وانا عم بقلك اني رح اتزوج مهيك شو ما صار، وهذا قراري النهائي، ومو فارق معي من بده يعترض على هذا القرار.